السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم عندنا فيديو بخصوص تصحيح بعض المعلومات والأخطاء صارت عندنا بفيديو دايناميك موديل لكم يوسف حامد. إن شاء الله حنبدي نرجع على الموديل مالتنا اللي استخدمناه بالدايناميك. أول خطأ عندنا لو تتذكرون البيرفوريشن دخلناه أنا بالكومبليشن، نرجع البير 6 كان النموذج مالتنا اللي أخذناه. هذا البير 6 نعم، بتلاحظون هنا بالسيتنج ما غيرنا الويل بور بروبرتيز اللي هو قطر البير دايمتر، فهنا أنا لازم ناخذ حسب اللي عندنا من ال اف دبليو ار الفاينل ريبورت. فهذا عندنا الفاينل ريبورت مال البير 6، بتلاحظون هسه احنا فتحات كل فاينل ريبورت بالدرلينج بروجكت او درلينج بروجرام حتلقون الويل اسمه الدايمتر. هنا عندكم انتم حتلاحظون عدة اقطار، اوكي، فتاخذون القطر الاخير. مجرد ندور عليه على اقطار البتات المستخدمه والكيسينج، شوفوا هيجي ندور على قطر الكيسينج. هذا دور عليها بالفاينل درلينج ريبورت افضل، جاب تفاصيلها فاينل ستيت اوف اول كيسينج اند سيمنتنج فور لونج هيستوري كيسينج. نرجع الكيسينج احنا ثالث خدمة الالوان هذا درلينج هيستوري نوت كونتينيو درلينج اليوم هنا تلاحظون نجي ناخذ هذا الكيس اللي لازم ندور عليه. الكيسينج من عدم موجود، أنا مجرد السمنت. تلاحظون هنا عندنا هذا قطر الحفرة 26، قطر الكيسينج 20، هنا قطر الحفرة 17، الكيسينج 13.8، قطر الحفرة 12.25، قطر الكيسينج هنا 9.58، آخر شيء الحفرة النهائية الكيسينج هنا 7.87. فهنا طلعنا قطر الكيسينج النهائي. نجي من هنا نبدله بالبرنامج اللي هو تقريبا 7.0785، أو من ناحية إذا تحسبوها 7 على 8 شقد من الكالكوليتر. سبعة تقسيم 8 7.75. نجي نكتب هنا نمسحها 7.875، تو ابلاي. اوكي هاي نطبقها على كل الابار، نجيبها من فاينل ريبورت اللي عندنا للابار الموجوده. هذا رقم واحد للخطوه التصحيحيه. خطوه رقم اثنين تتذكرون مرجينا على البروجكت سيتنج، لعبنا باليونتس اند كوردينيت، دخلنا الوحدات فيلد يونتس، بس اخذنا الكوستمايز هنا الوحدات اللي احنا نريدها الاكس والواي والزيت والاريا والفوليوم، ردناها بوحدات المتر تكعيب. لا تتذكرون
أول رقم واحد عندنا بالبرودكشن حتصير لنا مشاكل بالنسبة للفوليوم والأريا، فغيرها للفوت تكعيب مو مشكلة، فوت تربيع. أما أكس وواي وزد، فعندنا هنا الأكس والواي والزد، إحنا أخذنا الزد لو تتذكرون المشكلة صارت عندنا، جينا بال كونتاكت أخذناه، أنا معناه رجعته بالمتر صلحته، كنا ماخذين ناقص 12000 و762.74 4 7000. هتلاحظون هسه من رجعناه هيجي من حنشغل الكونتاكت والطبقات، شوفوا ايش حيصير. هذا الغلط اللي صار عندنا واللي يعني اتاسف انه انتبهت عليه كلش، بس هذا صار. بس نجي نشغل الطبقات الادنى، لو تلاحظون الكونتاكت ايش حيسوي هنا، الاويل ووتر كونتاكت حيسوي جميع الطبقات خضراء، معناها هاي كلها مكمن. شوفوا لو تلاحظون باعوا وين صاير الاويل ووتر كونتاكت، لان هنا اخذنا احنا الاكس والواي والزد اخذناها بالمتر، مثلا دخلناها فوت، هو ما حسبها فوت، حسبها متر، فكانما الاويل ووتر كونتاكت مال العمق اعتبر المكمن كله هو نفط، هذا الشيء غلط. فيجب انه شو نسوي؟ نجي نصلح من جديد قيمة، بس نسويها بمترية، مجرد من هنا نمسح القيمة ونكتب ناقص 3890، وهذا الكونتاكت الصحيح. هسه من حنشغله وش حيصير؟ يعتبر جزء من المكمن مائي وجزء البقية نفطي، وهذا انتهى الغلط. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من جانب سوينا ميك فلويد موديل، ايضا دخلنا قيم، اخذنا من الضغوط صحيحة ما بها مشكلة، اللي اخذناه هنا بالانيشال كونديشن ايضا صار عندنا غلط بالداتوم ديبث والووتر كونتاكت. الداتوم ديبث هو هنا ناخذ الجاز اويل كونتاكت هو نفسه، وتلاحظون هنا هذا نسوي ناقص 3890، وهذا روحوا على توب اب مشرف تشوفوا ايش قد توب اب مشرف اللي شفتهن اغلبهن في اقل عمق، اللي هو يعتبر مثلا نقدر نعتبره الجاز اويل كونتاكت، كان قيمته 3660 لأقل بير. فنخلي هاي القيمة، هي كلها أرقام تخريبية لأنه إحنا ما عندنا شيء صحيح. إضافة إلى هنا نستخدم الهيفي أويل أند جاز مو اللايت أويل، لأنه عندنا حق البازلجان الـ API ما تراوح من 20 إلى 25، معناه النفط ثقيل. غلط نستخدم النفط الخفيف نعبر عن النفط الخفيف، فهنا نصير الحالة heavy oil and gas. ايضا نغير الضغوط مالتنا هنا مثل ما كانت 130، تمبرتشر بالفهرنهايت 235.085، ماكسيموم برجع 6400 PSI، الرفرنس برجع 5800، عندنا بعض الأغلاط لازم نصلحها، هنا طبعا صعدنا غلط ونحدث نسوي حالة جديدة اللي هي تلاتة في أويل. اوكي ندخل الضغوط اللي عندنا 130 235، خليها مهمتها من بوينتات، عندنا 6400 فرنسا براشر 5800، عندنا الغاز بنلعب بيها الاويل، شوف سبيس جرافيتي صار 26 مقاربة، عندنا سبيس جرافيتي مال حق البزر كان، الووتر ما عندنا اي معلومة، الانيشال كونديشن ندخلها من جديد، والبراشر اللي هي الريفرنس 5800، الداتوم ناقص 3660، غاز اويل كونتاكت نفسه ناقص 3660، والووتر كونتاكت اللي هو ناقص 3890. وهذا دائما راح يعطي غلط. عندنا بعض المشاكل اللي حصير عندكم بالاغلاط، وتلاحظون احنا عندنا غلط ما نقدر نعوضه لانه المعلومات عندنا نقص، واللي هي
خصائص الاويل. لا خصائص الاويل عندنا صحيحة، احنا ما في مشكلة، بس ان بالنسبة للكابيلا بريشر والاويل ووتر تبر موبيلتي هنا ذني بيها المشكلة. يعني حاولنا نجد حل بس ماكو حل، لازم نحصل معلومات صحيحة. هاي المعلومات حصلناها مو وافية، هي مال بير لول طبعا، لذلك اذا تلاحظون انه دائما يصير عندنا اغلاط اللي هي ريتيف موبيلتي والكابيلاري بريشر. ان شاء الله اذا بالمستقبل حصلنا معلومات صحيحة يكون هذا افضل يفيدنا بشغلنا. نرجع نعطي ايضا ميك ديفلوبمنت ديفلوبمنت استراتيجي، حنخليها ام بي تي، وهذا ايضا اي 100 اكليبس 100، ونعطي ابلاي اوكي. شيء بسيط يعني، هو نفس اللي اخذناه. هنا بالنسبة لأميك روك فيزيكس فلود بروبرتيز هي الشيلي ساند نفسها، نعطي ابلاي. وبالنسبة للكومباكشن نفس الروك كومباكشن ما تغيرت، نعطي ابلاي ونعطي ران بالإكليبس ونشوف النتائج. بس قلت لكم الاغلاط كانت عندنا بالبروجكت سيتنج، افضل تنتبهون عليه هذا الشيء، انه احنا هنا الاكس والواي زد دخلناها بالمتر، بما انه بالمتر ناخذ الابعاد كلها بالمتر. هاي اول ملاحظة. بس الاير والفوليوم بالفوت انه حنحتاجها بالبرودكشن بالفوت، بس حتلاحظون هذا الشيء ان شاء الله. اتمنى استفاديت من الفيديو، واسف لانه صار غلط من يمي، بس يعني ملاحظة من الاخطاء الشائعة تصير وانتبهت لها في الوقت هذا. اتمنى استفاديت من الفيديو وشكرا للمتابعة.